الملك المغولي حاكم الهند محمد حرم شاه باعت لكم هالمكتوب يا مولاي. شاه الهند كاتب لي انه هو كمان حاقد على الفرس، وقال هو جاهز انه يشارك معنا بهالحرب. طبيعي يكون حاقد على الفرس وبده يسترجع سمرقند اللي فتحها جده تيمور لانك، مع انه فتحها اكثر من مره، بس الفرس كانوا يرجعوا ويحتلوها. وقوتهم اكيد رح تزيد من قوتنا. سينان باشا، تبعتولن وبسرعة مرسال من عنا بتقلن أنا قبلت بعرضن. استخباراتنا عم تقول أنه والي بغداد جهز مدفعيته يا مولاي، ووصلته مؤازرة العسكر اللي طلبها من الشاه صافي. عساكره ما خرج يواجهونا بالميدان، بالكثير رح يتحصنوا بالقلعة. هنن ما عندهم الشجاعة، هذا طبع كل الفرس. الشجاعة ميزة بشرية يا طاهر باشا، وما نحكر على أي حدا. مولاي سامحني على التأخير، بس اضطريت بصراحة. وصلني خبر مهم وانشغلت فيه. خير؟ شو هالخبر؟ مو خير يا مولاي، أسطول البندقية هجم على سفننا الراسي بالبحر المتوسط، والخونة ما اكتفوا بهالشي، هاجموا قرانا بولاية كلس يا مولاي وحرقوها ودمروها، والعشرات من الأهالي ماتوا. تستدعي لي سفير البندقية بسرعة. أنا جبته معي يا مولاي، خليه يجي. سفير البندقية السينيور بيترو فوسكوليني. مولانا السلطان مراد، صديقكم وحليفكم المخلص دوك البندقية فرانسيسكو أريزو حملني السلام وبالغ الاحترام. ومفهومكن للصداقة إنكن تقتلوا الناس الأبرياء وتحرقولن قراهن الأمنة؟ على شو ناويين؟ ناويين تعلنوا الحرب على الدولة العثمانية؟ لا أبدا، اسمح لي إشرح لك الأمر. احكي. حاكم ولاية كلس اتفق مع تجار المينا ومنعوا سفن البندقية من التجارة وطردوهن حتى صادروا كل شي معهن. لما بتوقع حوادث من هذا النوع لازم تعطوا خبر للحاكم وهو بحل مثل هيك مسائل، بس انتو اخدتوا هاد الاعتداء حجة لحتى تعتدوا على اراضينا، ولهيك رح تتحملوا النتائج. قائد البحرية. مولاي السلطان، أسطولنا أكيد جاهز، انطلقوا باتجاه البندقية. سلطان مراد، أنتوا بتقولوا عندكن الصلح سيد الأحكام. الصلح الحقيقي ما بيجي غير بعد الحرب. من تنصرف وقول لدوق البندقية إذا هذا الموضوع ما انحل بشكل عاجل، مواطنين بلدك الموجودين على أرضنا مصير القتل. مولاي العفو منك، بس أنا برأيي مو من مصلحتنا نعمل عداوة مع أسطول البندقية ونحن هلأ رايحين على الحرب، يعني ما رح نقدر نواجههم. قراري قطعي يا باشا، أنا رح خليهم يدفعوا ثمن التعدي على الأراضي العثمانية. الحمد لله.
سنان باشا، ما قلت هاجموا كل رعايا البندقية؟ السلطان مراد بهالشكل رح يخلق عداوة أبدية ما بين الدولتين. مولانا السلطان وقت اللي بيكون معصب ما بيشوف قدامه، كون مطمئن رح يتراجع عن هذا القرار. وإذا ما صار هيك، هون باستنبول في كتير تجار، رح تتضرر كل تجارتنا، وحماية مصالحنا من مسؤوليتك. أنا رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي. سينان باشا، أنت لازم تعمل أكتر من هيك، أنت لازم تمنقه. ولا تنسى فرسان الهيكل صامدة بفضل الدوك، إذا نحن شلنا دائمنا عنها رح تختفوا نهائيا. سينان باشا، يا أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. لا أنت بدك تقوم تجي معي، عاوزك باشا. بترجاك تركني بحالي، مو جاي عبالي انزع مرائي. عم تضيع قدراتك يا أمير شربي، وهالحشيش اللي عم تشربه رح يروحك بالآخر. لا تنسى إنك أشطر حكيم بهالبلد وإيديك فيهن الشفاء. شلون فيهن الشفاء ومرتي ماتت بين إيدي؟ هالإيدين ما لهم فايدة. ما في شي بيقدر يرجع حبايبنا لهي الحياة، وهالسم اللي عم تشربه ما راح يخليك تنسى، بالعكس راح يضل يذكرك. صحيح ما أنقذت مرتك، بس أكيد بتقدر تنقذ حياة كتير ناس، وقدر هالبلد بين إيديك أنت. يلا السلطانة. خير سينان باشا، شو الموضوع المهم واللي ما بيتأجل؟ وفاة ابنكم سمو الأمير قاسم بهالطريقة كتير ألمتنا. ربي يجعل مسوى الجنة والبقية بحياتكم. قالوا لي أن السلطان مراد أمر بقتل السلطان إبراهيم كمان، وحضرتك اللي وقفت بوشه. أنا منعته مؤقتاً، لأن السلطان مراد ممكن يغير رأيه بأي لحظة، وهذا هو لب موضوعنا. سامحيني على كلامي، بس أنا مو ممنون من تصرفات مولانا السلطان أبداً. لا سمح الله إذا صار شيء للأمير إبراهيم، مستقبل أسرتنا الحاكمة رح يكون مرهون بإيد السلطان المجنون مصطفى. الله لا يقدر، أنا رح أعمل المستحيل لحماية أميري. وأنا منشان هيك إجيت، في شغلة مهمة ضروري تعرفي فيها. مولانا السلطان مصاب للأسف بمرض خطير ومميت. أنت شو بدك تقول سينان باشا؟ مولاتي السلطانة، مثل ما بتعرفي يا سلطانة أنه أمير شلبي هو اللي عالج مولانا، ولهالسبب صار رئيس الحكومة بالقصر، وهو رح يشرح لك وضعه الصحي بالضبط. أمير شلبي، خير شو مرضه ابني؟ مرضه بالكبد، كبده مع الوقت عم بتلاشى ويضمر، وإذا ضمر أكتر من هيك مستحيل إنه يعيش. ورح يشفى منه؟ في حال التزم بالأدوية ورضي يترك المشروب، تلف الكبد بيصير أبطأ بكتير.
بس في حال مولانا ما أخذ العلاج المناسب بوقت قصير رح يموت. لشو عم بتلمح سنان باشا؟ قلي شو المقصود؟ أنا بس عم حط كل الاحتمالات قدام حضرتك والقرار بيرجع إليك. دولتنا العالية ومستقبل الأسرة الحاكمة وخاصة حياة سمو الأمير إبراهيم كوريث وحيد مرتبطين بهالقرار. انتو شو بدكن؟ ليش جاي لعندي؟ سمو الأمير مولانا السلطان باعت وراك. لا أنا مو مصدقكن، بلكي هالشي مو مصبوط. أكيد بدكن تقتلوني على الطريق، ما رح أجي معكن لو حتى شو ما صار. حاشا يا سمو الأمير، مولانا السلطان هو اللي بعتنا لعندك. روح من هون، قل له أنا ما بدي، قل له لمولانا إبراهيم مخلص لإلك دائما ومستحيل يخونك أبدا. دستور مولانا السلطان مراد خان. إبراهيم أنا طلبتك لعندي، ليش ما إجيت؟ أنا فكرت إنه هذا فخ يا مولاي، ما وثقت بكلامهم. سامحني، أنا مخلص لإلك وما رح أطلع من هون نهائيا. أنا والله ما كان بدي يصير هيك أبداً، ما كان بدي حدا يموت. هنن اللي أجبروني على هذا التصرف، خيانة قاسم وأمي ورغبتهم بالعرش. من قبل قلتلي السلطان ما بيقدر يغفر الخيانة، وإذا غفر ما بيكون سلطان. بس يا مولاي أنا شو ذنبي؟ أنا والله ما خنتك، مو حرام تبعت الجلادين لإلي كمان؟ ليش كنت مصر إنك تقتلني؟ يعني لو ما صار الزلزال أنا كنت ميت هلأ. ليش؟ بجاهب عنك، خوفك خلاك تفكر اني بيوم من الايام رح ساوي مثل ما ساوى فيك قاسم. صدقني يا ابراهيم، ما حدا انقذك غير براءتك. مو بس الزلزال، حافظ عليها وما تخسرها ابدا، لأنه يا أخي إذا بتخسر براءتك رح تفقد كل شيء وتصير مثلي. أنا بعتت وراك اليوم لحتى خبرك إني حأخذك معي.
ادخل. مولاي، قالوا لي انك طالبني. انا ناوي اطلع الحرب. الله يردك سالم يا مولاي، وان شاء الله بترجع لنا منتصر. ان شاء الله. كايا أمانة عندك، هي بنتي الوحيدة ورح تكون بنتك. وكلتك بإدارة الحرم لك بغيابي. بس أنا بوجود أمي ما بيحق لي هالشي يا مولاي السلطان. بدي اياكي تخلي عيونك على امي دائما. اذا رتبت لشي مؤامره جديده فورا بتخبريني، والمدام من هاللحظه رح تكون امينه الصندوق. مولاي انت متاكد؟ الى سنين بالحرم لك، وكانت دائما مخلصه، وثقتي فيها كبيره. أنا بتمنى لك التوفيق. لطفك غمرني يا مولاي، إن شاء الله ما بخيب أملكم أبدا. إن شاء الله. إبراهيم، أنت كيف طلعت؟ مراد هو اللي طالعني يا أمي، ورح ياخدني معه على الحرب. مفكر هيك رح يحمي حاله؟ يمكن هي آخر مرة بشوفك، يمكن أنا ما أرجع. أنا بشو وعدتك؟ أنا ما رح أسمح لمخلوق يلمسك، يجرب حدا بس إنه يقرب عليك. بعرف ما حميت قاسم، بس بروحي رح أحميك ورح ترجع لنا بخير وسلامة، ومخاوفك كلها رح تزول أكيد. لا أصحك يا أمي، أصحك تفكري مجرد تفكير إنك تسلميني العرش. آخر شي فكر فيه السلطنة والعرش. أنا بس ما بدي موت. أنا كل شي عملته بحياتي مشان تضلوا عايشين يا ابني. بس أنت فشلتي يا أمي. قاسم قتلوه، عدموه، وأنت ما رح تقدري ترجعي للحياة. لا تحكمي علي بنفس القدر. أنا بترجاكي تركيني عيش حياتي. بدي أعيش بهدوء. أنا بدي أقضي حياتي بين ورائي وكتبي. بدي مرة واحدة بس ناموا ما أشوف الجلادين وهن عم بيلاحقوني. سلطانة، لما خبروني إنك بالسجن حسيت دنيتي عتمت، وخاصة وقت عرفت إنك مريضة انقهرت كتير. بس الحمد لله إنه تحسنتي. بعد ما شفتك متعافية وبخير، حتى لو متت ما عاد يهمني. يمكن أنا تعافيت ومبين علي أني صامدة بس لأني مجبورة ضل قوية، لكن روحي
قبل ما أموت ما رح ترتاح، لأنه فقدت أكبر آمالي. أنا فقدت قاسم، وإبراهيم هلأ رايح على المجهول. ما حدا بيعرف وهو بعيد عني شو ممكن يصير معه. صحيح هو بعيد عنك، بس مو الأمير، حيكون تحت حمايتي. وأنا بوعدك يا سلطانة ما رح أسمح لإنسان يلمس شعرة من رأس سمو الأمير. وبدي إياك ترجع، بدي شوفك أنت وابني راجعين بخير وسلامة لهون. ما عاد أتحمل يموت حدا من اللي بحبهم. وهي أمنيتي يا سلطانة، أنه أرجع وأنه أقدر شوف وشيك وقلبي يطمن. Thank you.